ما عقوبة من يدعي أنه يصلي الفروض في البيت ويتخلف كثيرا عن صلاة الجماعة في المسجد في بيته هو؟ يعني نعم، هذا تارك لواجب عظيم وهو صلاة الجماعة، وهذا متصف بصفات المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة يصلون في البيوت، هم المنافقون. إلا أهل الأعذار يجوز للإنسان يصلي في بيته لعذر كالمرض والخوف، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. اللي يسمع النداء وليس له عذر يجب عليه يصلي في المسجد، إذا صلى في بيته فإنه ترك واجبا عليه إثمه، وعليه التوبة إلى الله، محافظة على صلاة الجماعة، ولا يستمر على هذه المعصية وهي تخلف عن صلاة الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. نعم.